بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين والمبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أفضل الصلاة والتسليم. أما بعد، الكوردينيت بلين إحنا عندنا حاجة اسمها واي أكسس وعندنا حاجة اسمها إكس أكسس. ده إكس أكسس بيبقى هوريزونتال، واي أكسس بيبقى فيرتيكال. هنا دي الأوريجين بوينت، الأوريجين يعني البداية. يبقى هنا عندي 1 أدي 0، أنا ماشي 1 2 3 4 5 6 and so on up to infinity. طب وهنا يبقى 1 2 3 4 5 and so on لحد ايه برضو up to infinity. لما يعني نكبر شويه ناخد ايه up to infinity. طيب بيجي يجيب لي هو بوينت، مثلا اي حاجه في الدنيا عباره عن بوينت، يعني حتى الانسان عباره عن بوينت in the universe. البوينت دي لها كوردينيتس، لها كوردينيتس اكس اند واي. يعني مثلا لو جينا قلنا بوينت زي ايه 2 اند 3، ال 2 ده بيسموه اكس كوردينيت وال 3 ده بيسموه واي كوردينيت. يعني ايه؟ يعني انا هاجي ال 2 اللي على الاكس اهي، 2 دي موجوده على الاكس اهي، اطلع منها لحد 3 على الواي واحط الاسم البوينت، يبقى دي البوينت 2 اند 3. طب بوينت تانيه مثلا 3 اند 5 مثلا وليكن اسمها بي، اعمل لها لوكيشن ازاي؟ او هيقول لي لوكيت ذا بوينت، لوكيت ذا بوينت. طب دي 3 اند 5، 3 دي اكس كوردينيت ودي واي كوردينيت. طيب يبقى 3 على الاكس واطلع منها لحد ال 5 على الواي واحط هنا ايه؟ بي. يبقى دي البوينت بي وهكذا. طب ممكن هو يجيب لي بوينت اصلا مرسومه، يعني يحط لي بوينت هنا كده مثلا مسميها لي سي ويقول لي فايند ذا كوردينيت، برضه نفس القصه، اشوفها قصاد ايه على الاكس؟ يعني ابص تحت الاول، يعني تبص داون وبعدين ايه تو ذا ليفت، يبقى ابص داون اند ليفت. داون ليه؟ عشان ابص على الاكس اكسس. طب ما السي دي عباره عن 4 وبعدين هنا قصاد ايه؟ قصاد 1، يبقى بشوف قصاد ايه على الاكس وارجع اشوف قصاد ايه على الواي. طب بوينت تانيه مثلا حطها لي فوق هنا كده مثلا ولتكن اسمها دي، هيقول لي فايند ذا كوردينيتس اوف دي، طب ما له دي ايكوال، ببص الاول داون يعني اشوفها قصاد ايه؟ قصاد 6، وبعدين ابص ليفت اشوفها قصاد ايه؟ قصاد 5، يبقى 6 اند 5. طبعا لازم اكتب الاكس الاول، يعني اللي داون اللي هو الاكس وبعدين اكتب الواي، يعني ما ينفعش مش بمزاجنا مش نكتب اي حاجه 6 و5 زي 5 و6، لا اللي هي هو اوردرد بير، اوردرد بير يعني لازم اكتب الاكس الاول وبعدين اكتب الواي، ما ينفعش اكتب الايه؟ الواي وبعدين الاكس، لازم بالترتيب. طب بوينت كمان مثلا جه قال لي لوكيت ذا بوينت مثلا اي، البوينت اي قال لي مثلا 5 اند 2، 5 اند 2 يبقى 5 ان اكس واطلع منها لحد 2 ان واي قصاد 2، يعني اطلع يعني بحيث البوينت تبقى قصاد 5 من هنا وقصاد ايه 2 من هنا، دي هسميها اي. طيب ساعات يجيب لي بوينت بقى ايه فيها زيرو، فيها زيرو ازاي؟ يعني بوينت ولتكن اف مثلا يقول لي ايه 3 اند 0، وبوينت تانية اسمها جي، جي يقول لي ايه 0 اند 3، ايه الفرق بينهم؟ قال لك اه احنا عارفين ان ده اكس وده واي، كون ان بيقول لي 3 اند 0 يعني مفيش واي خالص، وي هاف نو واي اكس او وي هاف نو واي كوردينيت، يعني اجي على 3 بتاعت الاكس اهي واقوم حاطط عليها البوينت على طول واسميها اف. طب قال لي بوينت تانية اسمها 0 اند 3، انا عارف ان ده اكس، 0 هو الاكس وال 3 هي الواي، يبقى معنى كده ان ال 3 دي لايز اون واي اكسس، لايز اون واي اكسس، يبقى اجي على ال 3 بتاعت الواي اهي واحط البوينت اف. يبقى البوينت لو هي لايز اون اكس اكسس هنلاقي النمبر موجود ايه مكان الاكس وتلاقي 0 مكان الواي، لو البوينت بتاعتي لايز اون واي اكسس هلاقي البوينت او هلاقي النمبر اللي هي 3 موجود فين؟ موجود مكان الواي والاكس مكانها 0. ده ببساطه موضوع الايه الكوردينيت بلين.